بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، بيسعدني إن احنا نتواصل معاكم من خلال الإنترنت. هنتكلم الحقيقة أونلاين على موضوع مهم بيجي منه في الامتحان، وهو what are the relation between diet and cancer prevention. كلنا عارفين ان الكانسر is a widespread disease affect large majority of population، لدرجة اننا بنقول انه it is one of the leading cause of the death throughout the world، احد الاسباب الرئيسية للوفاة في العالم. The global cancer burden is estimated to be rising من 18.1 مليون، من 18.1 مليون new cases up to 9.6 million deaths in 2018. في 2018 لقينا ان 9.6 مليون حالة وفاة من الكانسر. The number of cancer cases is expected to increase up to 21.7 إلى 21.7 by the year of 2030. ودي عملية خطيرة قوي، إن إحنا بنتوقع إننا نلاقي إن معدلات حدوث السرطان في العالم عدد الحالات هتصل إلى 21.7 مليون بحلول عام 2030. لو جينا نبص على الديسز فروم كانسر، هنلاقي ان في الكانترز الديفلوبينج كانترز ومع البافرتي مع اللو سوشيو ايكونوميك، بنلاقي ان الكانسر ريت بيبقى اعلى. لكن من الأخبار الكويسة، من الجود نيوز، إن من حسن حظنا بفضل الله إن 50% of the most common cancer can be prevented. ودي حاجة كويسة طبعا، إن إحنا نقدر نعرف إن تقريبا حوالي نص الحالات اللي ممكن تحدث نتيجة للكانسر بنجد انها كان بي بريفنتد. طيب ايه علاقة الدايت بالكانسر؟ What are the relation between diet and cancer؟ احنا عارفين ان our peoples exposed exogenously to very amount of chemicals that have been shown to have carcinogenic or mutagenic properties. احنا عارفين ان الاكل بتاعنا اللي احنا بناكله في على مستوى العالم بيحتوي على مواد كارسينوجينز وبيحتوي على بايو اكتيف كومباوند. عشان كده بيهمنا ان احنا نقول ان عندنا الفوتو ميوجينيك الفوتو ميوتوجينيك ده في منه جينو توكسيك ونان جينو توكسيك، ومطلوب ان احنا ناخد بعض الامثلة زي المايكوتوكسين والهيتيروسايكليك امين والنايترو كومباوند والبولي سايكليك اروماتيك هيدروكربون الى اخره. كل دي من الحاجات اللي هي naturally occurring during the food preparation او حتى الفود preservation.
الدايتري كارسينوجين بيهمنا اننا نعرف ان في منها نون جينوتوكسيك ايجنت، ودي اللي هي بتبقى بريكيرسر للتيومر بروموترز. عندنا الدايتري فات، وده مهم ان احنا نعرف ان الدايتري فات فاتي اسيد ممكن تبقى تيومر جينيسز. ولو شفنا بعد كده الفانكشن اوف فود اند بايو اكتيف فود كومباوند، هنلاقي الفوليك اسيد، هنلاقي فيه حاجات كويسة ممكن تحمينا من المشاكل ديت، زي الفوليك اسيد وزي فيتامين سي والكاروتينويدز، كل الحاجات دي من الحاجات المهمة. هنلاقي كمان في ترم بيهمنا اننا نعرفه اسمه البروبيوتكس. البروبيوتكس ده اللي هو الابيليتي تو موديوليت ذا اميون ريسبونس اند جات مايكروبيوتا، ودي بتعمل، دي عباره عن شورت تشين فاتي اسيد موجوده في الكولون which acidity the environment، وبتلور الكولون بي اتش، وده كل ما حصل لور للكولون بي اتش بيبقى associated with lower incidence of colon cancer. ايضا بتريديوس the level of procarcinogenic enzymes، ودي حاجة من الحاجات المهمة. عايزين نطلع من الكلام ده بالخلاصة الكونكلوجن اللي بتهمنا في جزء الابلايد نوتريشن وفي الريليشن ما بين الدايت والكانسر، وهي what are the recommendations for cancer prevention. هنلاقي عندنا ان اول حاجة عشان نعمل ستوب للكانسر maintain your ideal body weight. اتكلمنا واحنا بنتكلم في البروتين في المال نيوتريشن، قلنا لما بيبقى في اوفر انتيك للدايت اكتر من البالانسد فود، او بناخد انتيك اكتر من النيدز، هيحصل ان هيبقى في اوبيزيتي، هيبقى في زياده انكريس في البودي ويت. فكل ما حافظت على ان البودي ويت يبقى في الايديال فيجرز بتاعه within النورمال رينجز، it is a good for stop cancer to avoid the complications of obesity. Number two, vary your daily diet. We need to make a mix of different food groups during a daily food intake. Eat at least 5 to 9 serving of fruits and vegetables per day. We need to make our dishes for daily food intake contain green vegetables. It is very important. يقول لك خلي طبق بتاع الأكل بتاعك يبقى فيه خضار من الألوان وفاكهة بالإضافة إلى بقية المكونات الأخرى. أيضا number four, eat food that is high in dietary fiber. food اللي بيبقى فيها الدايتري فايبر كتير مهمة جدا. أيضا to minimize your daily fat intake. try to avoid الفات انتيك، لارج اماونت اوف فات انتيك. also if you are smoker please stop smoking now not tomorrow, today not tomorrow or even from now stop. try to keep yourself and your family be physically active.
we spoke about the sedentary life and how it make the body weight increase, and so we need to make regular exercise, daily regular exercise as possible as we can, or become physically active during your work or at home. Number 8, limit the consumption of red and processed meat, because you know if you take more than allowance daily requirement from protein, it can make a harm for you. Lastly, be a healthy weight, and we state in the number 1 about the importance of ideal body weight, and now we say also again, please try to keep a healthy weight. This is the first lecture online, and we hope to know some point about the importance of the relation between diet and cancer, especially the recommendations for cancer prevention, or how we can stop cancer. Thank you very much. ونشوفكم في المحاضرة التالية إن شاء الله. إلى اللقاء. السلام عليكم.